امبارح في حوارنا مع الاعلام الكبير استاذ مفيد فوزي قال جمله في وسط الكلام ووجه نداء للرئيس السيسي، قال له اهتم ببطون المصريين مع العاصمه الاداريه. طبعا انا ما رضيتش ساعتها ارد او اعلق، لان طبعا انت في حضره اعلامي وكبير واستاذنا، فانا يعني الناس جايه يعني الفقره انك تسمعه مش ان احنا نخش معاه في نزال، ولكن حبيت اوضح بس معلومه او يعني في فكر او انطباع مغلوط تماما عن المشروعات القوميه بصفه عامه وعن العاصمه الاداريه بصفه خاصه. وبرضه انا راجل بتكلم بالارقام، اللي عنده ارقام يجي يقولها لي ما يشتمنيش ولا اشتمه، انا مش بتاع شيء بتاع ارقام، فاللي عايز يعرف بالارقام اعرف. ولكن اولا الناس اللي بتقول لك المفروض الانفاق على مش عارف كذا وكذا بدل العاصمه الاداريه، يا ريت نتفق ونعرف اقتصاديا ان فرق كبير جدا بين الانفاق العام والانفاق على الخدمات وبين الاستثمار. الاستثمار ده زي انت لما بتعمل مشروع لابنك عشان لما يكبر يلاقي حاجة يعيش منها ويقدر يبقى يعني يجيب قوت يومه او يستثمر او يكبر، ده الاستثمار. العاصمة الادارية هي استثمار وغيرها من المشروعات القومية، في غيرها مش استثمار بس انا بتكلم على دي، استثمار ذو عائد ضخم جدا جدا وبدأ بالفعل العائد ده يعني يتدفق على خزانة الدولة، واللي مش مصدقني يروح يشوف هيئة المجتمعات العمرانية والفائض اللي محققاه العام الماضي وحجم الايرادات اللي جات لها. ثانيا الناس اللي بتشتغل في العاصمه، انت بتقول الغلبان بيستفيد ايه؟ لا، ده في 5 مليون مواطن مصري مصدر رزقهم واكل عيشهم المشروعات القوميه. منهم نص مليون تقريبا حسب كلام دكتوره هاله السعيد يمكن مش حاليا او مستقبلا دول تبع او يعني بيستفيدوا او مصدر رزقهم العاصمه الاداريه. ثالثا بقى وبرضه خلينا ناخد الطرح التقليدي، بطون المصريين. فعلا الاسعار لازم تبدا ترد. يعني ايه ترد؟ يعني الموجه التضخميه الرهيبه اللي شهدتها مصر بعد ارتفاع الدولار خبطت المواطن المصري في نافوخه وقسمته حتتين. ايه الامل او ايه اللي جاي عشان ما نبقاش احنا يعني بندي حقن او مسكنات؟ هو الامل في ايه؟ ان الاسعار ترخص؟ يا ريت. ترخص ازاي؟ بالوفره. مفيش حاجة اسمها تسعيرة جبرية، في حاجة اسمها وفرة. أنت النهاردة عندك عجز في اللحوم الحمراء عشان كده الكيلو ب 200 جنيه مثلا. لو وفرت الطلب كله الكيلو هيبقى ب 100، كذلك الأسماك. عشان كده النهاردة حبيت أستطلع أو أطمئن على وضع بركة غليون أو المدينة السمكية في غليون. أخبارها إيه؟ إمتى المواطن المصري هياكل رز وصيادية وسمك وجمبري في حدود إمكانياته؟ خلينا نطمئن معانا أستاذ معتز المقدم منسق عام المشروع ونعرف منه أخبار الأسماك والجمبري إيه. أستاذ معتز مساء الخير يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ معتز. إحنا قاعدين على السفرة وقاعدين مستنين غليون، فين الشغل؟ إحنا جاهزين أهو. يلا يلا قول لي الشركة طلعت إيه أو إيه بدايات الإنتاج إيه؟ إحنا الحمد لله بفضل الله تعالى المشروع شغال بطاقة إنتاجية بنسبة 100% بالكامل. طبعا حضرتك شرفتنا في الافتتاح لما السيد الرئيس افتتح المشروع يوم 18/11 سنة 2017، واحنا بفضل الله من ساعتها احنا شغالين بطاقة إنتاجية بنسبة 100% لجميع المصانع. يعني لو ناخد بالتدريج كده احنا عندنا مصنع أعلاف، عندنا مصنع لإنتاج الأسماك، عندنا مصنع فوم ومصنع ثلج ومعمل أبحاث ومفرخ، بالكامل شغالين. اتفضل يا فندم. مصنع الاعلاف احنا جاهزين اعلاف الاسماك البحريه واعلاف الاسماك الميه العذبه اللي هي الاسماك البلطي والبوري، احنا جاهزين بالاعلاف بتاعتها وجاهزه للجمهور ان هو يقدر يشتريه او للتجار لاصحاب المزارع اللي حوالينا. برضو اعلاف الجمبري دي جاهزه برضو للبيع. لو هندخل على مصنع تصنيع الاسماك احنا اوريدي عندنا ونزلنا للاسواق اسماك فيليه واللي هي البلطي وتتميز بالكفاءه العاليه والكواليتي العالي. استاذ معتز انا هتقمص او يعني يعني انا محامي الادعاء للمواطن المصري وهقول لك انا فين، انا عايز اكل جمبري وعايز اكل سمك وامتى الاقيه على السفره؟ يعني الكيلو هيبقى بكام وامتى وامتى تحصل الوفره؟ رمضان قرب، اي نعم رمضان مش سمك قوي بس برضه شهر الاستهلاك المصري. اخبار السمك في الاسواق ايه؟ التعليمات كانت سياسيه لينا سياده الرئيس والتعليمات جهاز خدمات المشروعات الثروه السمكيه السيده اللواء حمدي بديل لينا ان الاسماك تطرح في الاسواق
وهي اوريدي موجوده سواء كان من خلال منافس توزيع القوات المسلحه جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه او السيارات المتنقله، والايام اللي جايه ديت ان شاء الله هتبقى هتنزل في الهايبر سواء كان كارفور او هايبر او الاسواق الكبيره، بحيث ان هي المواطن العادي يبدا يحس بيها ويشوف اسعارها. اللي هو بكام يا استاذ معتز؟ اللي هو بكام؟ يعني انا النهارده لو انا نزلت اشتري البولتي مثلا ب 30 جنيه عند الراجل اللي انا متعود اشتري منه، هلاقي منتج غليون بكام؟ بص يا فندم، ده سؤال وجيه جدا. انا النهارده هبدا انافس في الاسعار زي ما حضرتك قلت من خمس دقائق لما يبقى عندي وفره في الانتاج. الوفره في الانتاج ديت انا كل اللي محتاجها حوالي اسابيع عشان اقدر اوفرها واقدر انافس، ويقدر المستهلك النهائي الشعب المصري البسيط الانسان البسيط يقدر ياكل من المنتجات بتاعتنا ويحس بفرق السعر في خلال اسابيع. استاذ معتز، انا مش هقفل السكه غير لما تقول لي بكام عشان افرح. يعني انا عايز المواطن يعرف ان هو الجمبري ب 300 جنيه او 200 جنيه هو هيتوفر له بكذا، السمك الفيليه طبعا انا عارف المنتج زي الفل، يعني انا شفت بنفسي المعامل والدقه، وطبعا دي مشكله او قضيه محدش واخد باله منها، لكن بصراحه كده الفشل الكلوي وغيره من الامراض كان سببه الاسماك المهجنه والمونوسكس والكلام ده، موضوع يعني يطول شرحه، ولكن ده الجزء الصحي. الجزء المادي، المواطن المصري خلال كام اسبوع هيلاقي السمك ارخص من السوق بكام؟ ارخص من السوق من نقول مثلا من 15 ل 25%. حلو قوي. عارف السوق اللي موجوده دلوقتي. جميل. امتى؟ في خلال اسابيع هيلاقيه موجود في الاسواق، والكواليتي مختلف، الباكينج مختلف، درجه الامان فيه عاليه جدا، اشراف صحي مش طبيعي. ده بشهادة الخبراء اللي هم جم وشافوا المنتج بتاعنا. زائد برضو انا عاوز ابشر اصحاب المزارع اللي حوالينا، احنا متوفر لدينا ذريعة من القاروص والدنيس يقدر يجي ياخد ويبدأ يزرع عنده. بقول برضو اللي محتاج فوم، محتاج ثلج، ومعمل الابحاث عندنا، احنا عندنا معمل ابحاث على مستوى 12 على العالم، اللي بيقدر يشتغل في اللي بيعمل رساله الماجستير، رساله الدكتوراه، الجامعات اللي حوالينا احنا نقدر نساعده ونقدر نخدمه. استاذ معتز، طيب بالنسبه لاسطول الصيد في مصر، كنت حضرتك برضو كان لنا حديث حول ان برضو المزارع السمكيه هي مشروع رائع، بس احنا عندنا سواحل غير عاديه، كنت قلت لي في حاجه او في مشروع تطوير لاسطول الصيد المصري. فعلا يا فندم، تعليمات وتوجهات القياده السياسيه للسيد اللواء حمدي بدين، الحمد لله ان احنا بقى عندنا اسطول صيد اوريدي دلوقتي موجود، وخيره هيظهر في خلال شهور بالنسبه لنا، وده اللي هيظبط سعر الاسماك عندنا في الاسواق، ودي طبعا مفاجاه ان شاء الله هتنطرح للناس في خلال يعني فتره بسيطه جدا سوف يعلن عنها ان شاء الله. طيب انا استاذن حضرتك لو عشنا وكان لينا عمر يعني تبعت لي في قاهره 360 بصفه الامانه، هرجع لك كيس جمبري وسيجي كيس سمك فيليه وكيس سمك بولتي وهعرضهم على الهواء، وانا راجل كيف سمك واقدر يعني بص على بعد 100 متر اقول لك السمك ده اساسه ايه. عايزين نطمن المواطن. انت هتاكل السمك بتاعنا وهتشهد له بالكفاءه والكواليتي العالي والجوده العاليه، وده التارجت بتاعنا. الفيليه نوع ايه طيب عشان يعني برضو نعمل منازله سمكيه؟ الفيليه اللي موجود عندنا اللي هو السمك البلطي الاحمر ده موجود متوفر عندنا، والجمبري موجود بانواعه. لا يعني مفيش قشر بياض، مفيش وقار، مفيش قاروص، مفيش حاجه كبيره معموله فيليه؟ لا يا فندم، اللي موجود حاليا هو البلطي بسعر بسيط جدا عشان يقدر المستهلك النهائي يلمسه ويحس بيه. تمام. استاذ معتز اشكرك شكرا جزيلا، واعتذر ان انا يعني دخلت معاك في التفاصيل، ولكن هي دي اسئله المواطن المصري لما بنقابلهم في الشارع او في اي مكان، هي دي الاسئله. يعني خليني اكون واقعي وصريح، الارقام دي ممكن انت تقعد تتكلم مع راجل على مكتب وقاعدين في الكافيه قاعدين يعني في اريحيه شويه، لكن المواطن البسيط اللي قوت يومه او اللي هو يوميته لسه 50 جنيه و60 جنيه والكلام ده، ده عايز ياكل، عايز يعيش، عايز السمك اللي هو بيسمع عنه، الفيليه، عايز يدوق الجمبري، عايز الكلام ده كله. اتمنى ان نصل للوفره. خليني معلش الناس كلها تفتكر الكلمه دي، الحل في الوفره، لا حد معاه عصا سحريه ولا تسعيره جبريه، الحل ان نعمل وان يزيد الانتاج. ده قولا واحدا.
خلينا برضو ناخد يعني صورة إيجابية أخرى، إن 12,000 سيدة استفادوا من صرف النفقة عبر المحمول. فكرة أو كلمة الشمول المالي دي كتير مش لسه مش مستوعبينها، يعني إيه الشمول المالي أو يعني إيه إن أنا أقدر أعمل سلاسة وسيولة في التعاملات المالية. خلينا ناخد يعني الفكرة نفسها من الأستاذ أحمد صالح رئيس قطاع المصرفي بنك ناصر الاجتماعي، لأن طبعا بنك ناصر ده يعتبر بيتعامل مع قطاع كبير جدا من أصحاب المشاكل الأسرية، واللي هم فعلا برضو يعني محتاجين اللي يخفف عنهم. أستاذ أحمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم وتحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. يعني 12,000 سيدة صرفوا النفقة بالتليفون المحمول، إيه تاني أو إيه نقدر نقوله للمواطن تاني تسهيلا وتيسيرا عليه؟ هو الحقيقة دي جزء من الخدمات اللي بيقدمها بنك ناصر، وزي ما حضرتك قلت الشمول المالي هو إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع. الناس اللي ما كانتش تتعامل أبدا بدأ البنك يتيح ليهم، وإحنا بنك بنركز على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل. أتحنا للسيدات صرف النفقة في البداية من فروع البنك، تطور الأمر وبدأوا يصرفوا من خلال كارت الـ ATM من منافذ البنك والبنوك الأخرى. أتحنا لهم دلوقتي الصرف عبر المحمول، واللي مشترك معانا 12,000 سيدة حتى تاريخه من 303,000 مستحق. الحمد لله بنقدم خدمة النفقة، يعني يا فندم بنسبة 4% تقريبا من المشترك. عشان بداية المشروع. تمام. طب هتوصل يعني المخطط توصل كام في المية من المستفيدين ان هم يبقوا كلهم عبر المخطط ان احنا سواء ATM او محمول ان يغطي كافة السيدات اللي بتصرف النفقة. امتى؟ ان شاء الله احنا النمو كبير، يعني اقدر اقول لحضرتك احنا في ATM عاملين 60,000 كارت ATM للسيدات، وعندنا دلوقتي 12,000 عبر المحمول، لان المشروع لسه في بداية التشغيل التجريبي. طب ممكن حضرتك توضح للسادة المشاهدين يعني ايه عبر المحمول؟ يعني انا اخش انا نفرض راجل الشركة الفلانية، اخش اقول لهم سلام عليكم رجعنا فلوس من بنك ناصر؟ احنا شركات المحمول الاربعة. ايوه. وبدأ التشغيل الفعلي للثلاثة الاول، فودافون واتصالات وأورانج. من خلالها السيدة بتتقدم للفرع بتاعنا او لفرع الشركة المحمول بتشترك، بس مش عايزين منها اكتر من كده. من خلال اشتراكها ده احنا في اول الشهر في ميعاد النفقه بتاعتها بيجي لها رساله على المحمول يقول لها تم اضافه رصيد النفقه لحضرتك، وتقدر تروح تصرفه نقدي لاقرب منفذ لشركه المحمول. ده هي كفايه الواحد يروح ياخد منهم فلوس، هم واخدين كل فلوسنا، فكون الواحد يروح يسحب فلوس من المحمول ده انجاز. بس يعني في ميزه كمان، يعني بدل ما هو بيتكلم على ال 54 فرع بتوعي اللي بيشتغل منه يقدر يصرف، او من البنوك الاخرى ATM، لا بيقدر يصرف كل منافذ المحمول اللي بيبلغ عددها حوالي 35,000. فالسيده كده وفرنا لها وقت وجهد، والحقيقه هي خدمه جيده جدا، كفايه انها ما بتعانيش انها تركب او تيجي البنك او تروح لا. طب الرسوم معلش يا فندم اخيرا، الرسوم من يتحملها وفي حدود قد ايه؟ الحقيقه الرسوم كان في اول 3 شهور تجريبيا مجانا، بعد كده كل 100 جنيه بجنيه، متوسط النفقه 500 يعني حوالي 5 جنيه. جميل، يعني مش محتاجه، يعني هي كانت هتصرفه قدهم مواصلات مرتين عشان تصرف اللي معاها. بتصرف اكتر ده غير الوقت والجهد. تمام، ويكفي ان عدم التعامل يعني مع الروتين مرحب بيها الحقيقه. نشكرك استاذ احمد صالح رئيس القطاع المصرفي بنك ناصر الاجتماعي، ويا رب يا رب نتخلص بقى بجد من استاذ دسوقي الموظف التقليدي والاستاذه اعتماد والطوابير والاهانه بجد. يعني مهما تقول لي ان الدنيا بتتصلح، اي طابور في مصر وموظف قاعد هو برضه الله يكون في عونه، هو قدامه 500 واحد موقفهم طابور ويشخط فيهم ويشخطوا فيه. يعني بجد الدنيا اتغيرت قوي، العالم اتغير وبقى فعلا يعني الحاجات او الحياه بقت ابسط من كده بكتير. استخراج الرخص، صرف المعاشات، يا جماعه بره ما حدش بيروح بنوك. انا اصحابي بره يعني رجال اعمال في اوروبا مصريين عايشين هناك بيقول لي انا البنك تعاملاتي معاه ملايين وما بعتبش البنك. قيس على كده كل حاجه، مصاريف مدرستك، رخصتك، كل حاجه. نتمنى ان نصل للمرحله دي. موضوع تاني فعلا هو برضو يهم كل اسره مصريه. النهارده كان في تصريح هام لوزير التعليم وتصريح بان الوجبه المدرسيه للتلاميذ بجميع انحاء الجمهوريه ستعود غدا. خلينا نعرف تفاصيل الخبر من استاذ احمد خيري متحدث باسم وزاره التربيه والتعليم والصديق العزيز. استاذ احمد مساء الفل. استاذ احمد الحمد لله كله تمام. طمني ايه الاخبار، الاولاد هياكلوا ايه بكره؟ هياكلوا ان شاء الله باذن الله. يمكن النهارده معاك وقت كده كان في اجتماع ما بين وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق الشاوي وكل الاطراف المعنيه، وبالفعل تم اصدار
طلبات النهارده لكل مديريات الجمهوريه عشان يبدا ان شاء الله في توزيع الوجبات باذن الله على مدار الاسبوع القادم بدايه من بكره ان شاء الله. مرحله رياض الاطفال هيكون ليها وجبه ثابته باذن الله وهي الو ايوه معاك اتفضل يا استاذ الو معاك يا فندم اتفضل ايوه هيكون ليها وجبه اطفال ان شاء الله والبسكويت 80 جرام والفطيره اللي هتكون من وزاره الزراعه ان شاء الله ومرحله لا معلش واحده واحده كده قول لي مكونات الوجبه عشان برضو ولي الامر يعرف ابنه هياكل ايه. طيب بالنسبه لمرحله رياض الاطفال على مستوى الجمهوريه كلها هيكون بسكويت 80 جرام وفطيره مكتمله الغذاء تم مراجعتها طبعا من كل الاطراف المعنيه ومن غرفه العمليات اللي شكلت من مجلس الوزراء ويمكن جربها بنفسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع وزير التربيه والتعليم منذ يومين عشان يراجع على كل حاجه في اطراف المنظومه سواء في التخزين او سواء في التوزيع. كل مرحله دي تمت مراجعتها الحمد لله. عفوا الخط اتقطع في انتظار استكمال المداخله. يا ريت نتصل بيه كنترول تاني لان احنا عايزين نعرف بقى بالتفصيل ولادنا ليهم ايه، يعني الطالب في حضانه هياكل ايه، في ابتدائي هياكل ايه، برضو عايزين نطمئن على لوجستيات التوزيع. يعني النهارده هل انت مستعد النهارده مصر لو فيها 15 ولا 16 ما عنديش الرقم بالدقه المليون تلميذ، هل انت عندك وسائل او يعني معدات او تنقل ان انت تاكل كل يوم كل طلعه شمس الملايين دي كلها؟ اتمنى ده يبقى خبر رائع، وخصوصا ان يعني ان كان معانا دكتور شريف ابو النجا من اسبوعين وكانت حلقه قيمه جدا شرح لنا فكره او العلاقه بين الاصابه بالسرطان وغيرها من الامراض بسوء التغذيه. استاذ احمد معانا تاني. استاذ احمد خيري انا معاك استاذ احمد. خش على الابتدائي بقى عشان نطمئن برضو على نوعيه الاكل. الابتدائي هتختلف بقى وفقا لكل مورد لكل محافظه، ممكن يزيد عليها شروط معينه، قطعه باتيه برضو بيكتمل الغذاء فيها، وده كله تم مراجعته بقى زي ما بقول لحضرتك من اطراف معنيه كتير من ضمنهم الهيئه القوميه لمنظمه الغذاء العالميه، كمان تم مراجعه الوجبه سواء زي ما قلت لحضرتك كل الاشتراطات سواء في التخزين او في التوزيع. فالابتدائي يمكن هتختلف من محافظه للثانيه وفقا للمورد ليها، اكثر من 35 مورد كان بيورد لوزاره التربيه والتعليم، استقرت هيئه الغذاء العالميه على 5 موردين هم اللي هيتولوا المنظومه دي ان شاء الله. وزاره الزراعه عندها اكثر من 12 مصنع هتقوم بتوزيع برضه السيره المدرسيه، وان شاء الله زي ما قلت لحضرتك كده الاجراءات باذن الله بقى على مراحل التوزيع تبدا من بكره على استاذ احمد. التوزيع يشمل مدارس الحكومه والتجريبي ولا الحكومه بس؟ ما هو مفيش التجريبي، في الخاصه لغايه كل 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 مرحله رياض الاطفال، كل مرحله الابتدائي ان شاء الله هيتم التغذيه ليه. طب يعني احنا بنتكلم في ملايين، هل اللوجستيات او طريقه النقل جاهزه للكلام ده؟ يعني يعني كل طلعه شمس هتاكل الملايين دي كلها؟ ما هي ملايين فعلا، وعشان كده يمكن ناس كتير كانت بتلوم وزاره التربيه والتعليم على التاخير. احنا عدنا المنظومه من كلها من اولها لاخرها كلها عشان هم ملايين بياكلوا، موردين كتير جدا كانوا مدخلين في مناقصات، مصانع بتتراجع، سوق التخزين بتتراجع، سوق التوزيع كمان بتتراجع، صلاحيات بتتراجع، منظومه كلها اعاده هيكلتها من اول وجديد زي ما حضرتك ذكرت كده واكدت. هم ملايين من طلابنا ان شاء الله هيستفيدوا من الوجبه المدرسيه. نشكرك استاذ احمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. حاجه يعني في حاجات بالذات فعلا محتاجه نظره، هي سوء التغذيه الطفل المصري، او يعني دكتور شريف ابو النجا لما حتى طرحنا عليه قلنا له ان السرطان ملوش علاقه كما يقال يعني بفكره النمو او ان هو ملوش يعني دي حاجه كده منفصله، قال لك طب تفسر بايه ان 80% من الدول الناميه في العالم او 80% من المصابين في العالم بالسرطان من الدول الناميه. فعلا سؤال كان يستحق الوقوف عنده، ان فعلا في علاقه واضح ان في علاقه طرديه بين الفقر او معدلات الفقر وسوء التغذيه وبين الاصابه بالسرطان وغيره من الامراض. يعني الطفل الصحيح او اللي عنده صحه كامله بدنيا اكيد فهمه واستيعابه هيكون احسن. هنطلع فاصل ومعانا ضيوف بعد الفاصل. موضوع في منتهى الاهميه، تنميه وتعمير سيناء. سيناء دايما يعني انا دايما احنا من سنين طويله نسمع ان في تقصير ناحيه سيناء والصعيد، سيناء والصعيد. عشان كده لما بندخل في الجد لازم بقى نقعد ونقف وقفه ونشوف يعني ايه تنميه سيناء؟ ايه المرجو منها؟ ال 270 او 275 مليار اللي سياده الرئيس اعلن عنهم رايحين فين؟ ومن المستفيد؟ والاهالي هناك وضعهم ايه؟ واستعداداتهم للكلام ده ايه؟ كل ده هنستعرضه مع السيد ابراهيم ابو شعيره عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، والدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي بعد الفاصل. اللي بيحب سينا يستنى ويعرف ويطمئن عليها بعد الفاصل.